منين طلعت أصالة؟ ما هنون يختفوا فترة. فيها تنكر أنها طلعت من سوريا؟ بالنهاية عند الرب ما بضيع شيء. النقابي ما أنا حدا. أنا كمواطن ما فيني بتقبله مثل أول. لأني أنا كنت أسمعك وشوفك على الشاشة كيف عم تحكي على بلدي وعجيشي وعوطني. من أجمل الأصوات أصالة. قليل جدا الفنانات السوريات، يعني ما بيوصلنا إنه فنانة سورية مشهورة مثل فنان رجل. ليه؟ لا يا أخي لا. ليه بتكتموا على الفنانات؟ لا ولا ولا أصالة غير وضع غير حالة. شو غير حالة؟ يعني بسوريا في شهد. منين طلعت أصالة؟ من سوريا. يا أخي شهد ما كملت. ناسي زعبلاوي. ميادة حناوي أو ست ميادة شو؟ غير جيل عم بحكي. يا أخي طيب. يعني في كتير أسماء. ناسي زعبلاوي. هالة القصير. شهد برمدا. هالة. فرح يوسف. يا أخي هنهم ما كملوا. شو في أسماء بعد هويدا؟ هنهم ما كملوا. أصالة بس كملت. ما هنون يختفوا فترة يعني. على شهد صديق غالي المخلوقة تزوجت صار عندها عيلة يعني هي اللي خفت. يعني بتقصد انت انه بإرادة شخصية هن ما عم يكملوا تقصير انهم بس اسم الله انتم الشباب مبدعين يعني اخدين ما احنا كم واحد يعني اخدين كل شيء الحمد لله ضل الزلمة ياخذ حقوق المرأة تحويجة كلياتها ضل الزلمة يسرق من المرأة ويحط في حاله بس حلو لما قلت لي انه أصالة من وين طلعت اليوم اللي بيشوف أصالة مش فيها تنكر انها طلعت من سوريا فيها تنكر انه سوريا والله يفهمه قائم خالد له فضل عليا لحتى تموت لولد ولدها بركي هي نكرة هيدا الموضوع تصطفل هذا الشيء بيقعدي لا والله انا برايي شغلي وحدي اليوم مواطنيا انا لما انت مليح معي وقدمت اللي انت واهلك رحت انا هيك شوي هيك سميت الهوا شوي سمعت انه انت على القانب مشكله بيجي بيض وشي اكثر صرت عليك بالنهايه عند الرب ما بضيع شيء يعني نكرت هيدا الجميل اصاله راجعه اصاله دخيلة بس صدع يعني نحن والله انت علاقاتك مهمه يا بها انا مو علاقات عمل لها خط يمين انا والله العظيم ما بعرف حدا انت ممكن تفوت بصلحه بين اصاله والنقابه مثلا انا بدي انا بها يوسف العبد الفقير شو اي عبد فقير بعدين النقابي ما أنا حدا مرسوم العفو شمل حتى شمال الكل بس الشارع السوري بيقبل ترجع حتى على الاستاذ محسن انه شمل الكل ايه بس الشارع السوري اليوم انا كمواطن ما فيني بتقبله مثل اول سمعت انت انه في حفله لاصاله بسوريا شو بتعمل رح لك المزين أنا أحكيك حكي مواطني أنا مواطن سوري أنا عندي أخ وراي بشهيد ما هيك؟ أنا كنت شوفك بالشارع أركض عليك تصور. صحيح أنا هلأ إذا بدي شوفك نفسي ما نتقبلها جزئت لك لأني أنا كنت سمعك وشوفك على الشاشة كيف عم تحكي على بلدي وعجيشي وعوطني معلش تعتب علي لأصالة بها الموضوع طبعاً تنصحها نصيحة؟ لا اكيد لا نصيحه من مواطن سوري لا لزميلته لمواطن مثله سوريا شيء الفناجر قلبها انا واثق قلبها ميت وبتحب وهلا لترجع سوريا بتجي ما في اي اشكال على فكره ما عليهم شيء بفوتوا بيطلعوا اهله 100 سنه بس بعدك بتسمع لها اغانيها طبعا اصاله فنانه من اجمل الاصوات اصاله حافظ شيء لاصاله هي كلها شيء بسيط حافظ لا حافظها كثير في غنيه كثير بحبها شو هي حماك الله يا أسد فداك الروح والجسد حماك الله يا أسد فداك الروح والجسد طبعا أنا عم غني الأغنية بحبها كثير منها